سنويا أهالي دير الأسد بيشاركوا معنا في مهرجان الزيت والزيتون. احنا بنسميه مهرجان الزيت والزيتون للسنة الخامسة أو السادسة على التوالي. المهرجان بضم كثير من الفعاليات المحلية، طلاب وطالبات دير الأسد، مطربين ومطربات، أفكار. كل سنة بيكون عندنا أفكار فنية لشخصيات محلية وشخصيات قطرية. البرنامج السنة بتم تنظيمه في هذا الصرح الخاص نهاية المركز المجلس المحلي الجديدة. أول برنامج بنعمل بالساحة، حتى البناية بعده مش تامم افتتاحها، يعني اليوم نفتتح البناية الجديدة، واستغلينا الساحة الواسعة قدام المجلس المحلي، وإن شاء الله للسنوات القادمة نستغل هذا المحل، لأنه في كثير أشياء لوجيستيت زي ما بيقولوا أو التنظيمية اللي موجودة هنا وبتريحنا في تنفيذ البرنامج. الفرقة اللي لسه بدها تيجي احنا باستقبالها فرقة العزف الكشفية، إراب وطبولة وسنيرات وأشياء بالطريق لهون، أخرى شوية بتصورهن من طلاب وطالبات دير الأسد. منضم اليوم فرقة ضيفة لإلهم معهم مرافقة لهي الفرقة. الفعاليات اللي راح تكون على المسرح هن الفرق الراقصة تاعت التلاميذ والطلاب اللي موجودين هنا، كلاتهم أبناء دير الأسد من إنتاج محلي. وبنفس الوقت الفرقة الغنائية اللي راح تكون الليلة جوكة دير الأسد والعازفين معهم أكم من عازف محترف، بس الطلاب هن طلاب دير الأسد، والغناني مبادرة هي مبادرة محلية لجوكة دير الأسد مع الفرقة العازفة. راح يكون عندنا كمان مواهب محلية لطلاب اللي شاركوا بمسابقات قطرية بالفترة الأخيرة كانت موجودة، وراح ينتهن الحيز انه يطلعوا على منصة عن هالشكل مع جودة صوت، مع جودة إضاءة، مع جودة مسرح، مع يعني كل الالتزامات اللي لازم تكون معمولة عشان هذول البلاد. وفخر انه واحد من هذول الشباب يطلع على المسرح المحلي في دير الأسد. انا من خلال 7 سنوات كل سنة بنعمل مهرجان بنسميه الزيت والزيتون، وهذا المهرجان بيكون بفترة قطف الزيتون قبل أو بعد. والسنة صادف إنه منا قبل بداية موسم قطف الزيتون. إحنا في هذا البرنامج بننمي الفتيات والفتيان الموهوبين الفنانين الفنانات من دير الأسد ومن خارج دير الأسد، زي ما أنت شايف فرق رقص شعبي، أطفال، شباب، صبايا، فنانين رايحين يشاركونا، موهوبين من مواهب من دير الأسد ومن خارج دير الأسد. أنا طبعا إلنا الشرف إنه كل سنة نكون في هذا المهرجان من هذا النوع. دائما برامج من هذا النوع هي حملة توعية بتساعد على كل جماعة العنف. أنا من أجل كل السلطات المحلية تكون فيها برامج ترفيهية، برامج غنائية، موسيقى لإحياء ولرعاية فنانات وفنانين من جيل الصغار ومن الكبار. ألف مبروك للجميع وكل عام الخير للجميع بألف خير. من زمان مؤسس، من أكثر من 30 سنة اللي أبوي أسس الفرقة، وإحنا ماشيين على هذا المبدأ إن شاء الله. كان كل العيلة يعني أنا ولا أختي، يعني هي عم تمرق من جيل لجيل، والرقاصين من جيل لجيل، طبعا الرقاصين من جيل لجيل والدبيكة من جيل لجيل، والفن إحنا بننشره بالدبكة لكل بلاد يعني إن شاء الله، والجيل ورا جيل بتداول مع هذا الاشي. واليوم الفرقة هي اللي دربتها هي أختي، فرقة أشبال الأصايل نسميها، ومكونة من حوالي 30 بنت. فاليوم راح يقدمون لنا عرض هنا، وأنا كمان بدرب بعدة بلاد، وأبوي طبعا بدرب، وعندنا كثير مهرجانات وكثير عروض بنعمل. بتمنى لهم النجاح، طبعا أنا كثير بفتخر فيهن أولا، وعندي ثقة عالية فيهن وثقة بالمدرب اللي هي أختي اللي دربتهن، وأثبتوا حالهن بعدهن بجيل هيك صغير، طبعا أثبتوا حالهن بكثير مستوى عالي. طبعا هذا المهرجان عمل بيكون جزء من التراث الدراوي على مدار 7 سنوات اللي كل سنة كمان بيكون بهاي الأشهر. جدا سعيدة وفخورة بهاي الفعاليات الثقافية والفنية اللي بتنعمل بدير الأسد. دير الأسد بلد عريقة في الزجل والشعر والفن والفنانين، فمثل هاي المهرجانات موجودة عشان تأكد على أنه دير الأسد لا زالت على عهدها في إنها تظهر هاي المواهب الصاعدة من الفنانين والمغنيين،
وكمان أجواء حلوة، ناس تيجي تلتقي ببعض، لمة دراوية حلوة، أخوية ملانة فيها فقرات للأطفال، للزلام، للكبار، للجميع. فأنا بدعيكم تعالوا شاركونا. اليوم رح أشارك بمهرجان الزيت والزيتون، طبعاً أنا كل سنة بشارك فيه، هاي المشاركة الثالثة، واليوم رح أكون قائد جوقة شبيبة دير الأسد، جوقة اللي فيها 12 عازف و14 مغني، والفقرة تبعتنا رح تكون هي الفقرة المركزية اليوم. اليوم الفقرات اللي رح تكون، رح يكون فرقة الأصايل، فرقة الأصايل للدبكة من دير الأسد بقيادة الفنان يحيى أبو جمعة، وبعدين رح يكون جوكة شبيبة دير الأسد، من بعدها رح يكون في تكريم لفنانين اللي شاركوا، فنانين من دير الأسد اللي شاركوا بمهرجانات خارج دير الأسد باسم دير الأسد، رح يقدموا أربع أغاني، برضو أربع فنانين رح يقدموا أربع أغاني، ومن بعدها رح يجي مغني الراب تامر نفار. الأجيال تبعونا طبعا هن إعدادي ثانوي، يعني من صف سابع لصف 12، والجوقة جديدة، إحنا تاني شهر بس عم نشتغل معنا الجوقة، بس الجوقة لأن موهوبين كتير، والحلو إنه مش بس جوقة غناء، إلا في عازفين كمان اللي هن جيلنا صغير بس مستواهن عالي بالعزف، اللي رح يشاركوا المغنيين بالعزف.